اليوم يا اخوان راح يكون تجربة خلع على التيك توك ولكن في باكجات ببجي موبايل. اليوم ما عاد بطول عليكم، اليوم ويانا ضيف اسطوري. تدرون شنو؟ والله العظيم ما بطول عليكم، قبل ما نبلش اكو نسبة كلش كبيرة قاعدة تشوف هذا الفيديو وهم مشتركين بالقناة، اشتراك ببلاش ودائما تقدر تغير رايك، اشترك، واذا كلش تريد اني اعز تفعل زر الاشعارات وبس خلي نبلش. اليوم ويانا اسطورة الاساطير قائد جيش بوشينكي اودن حبيبي. اليوم اريد افجر هودن. شنو اليوم؟ ايش عندك؟ اليوم راح اتخبى هودن. احتاجك وياي. اليوم يمي جبت لك شك وخدعة بالتاريخ ناجحة 100%. وهذا اللي اريده هودن المزين سلاحي يتطور الا فتشي. هذا نطب له منين؟ نروح على المتجر هنا على الصناديق ونروح هنا. هودن هذا السلاح اليوم لازم نطلع انا وياك. يتطور هذا؟ يتطور هذا فول يتطور، يعني مو هيجي وعلى في الماكس موتي. هذا ام كي 12 واني ما عندي هذا السلاح ولا شيء. هودن شنو عندك خدع؟ اليوم رد افجر. شوف نبديها ببسيطه تمام؟ اوكي. غمض عيونك وافتح الباكج. بس هودن هاي غلط. وش غلط؟ ما انت شويه تق. مو بالبدايه لازم كسره حظ وحده هيك عاديه، كسره حظ يسمون. يلا العاد بديها بحظ. كسره حظ بسم الله الرحمن الرحيم. فر مستحيل راح يطلع من البدايه، مستحيل مسوي مستحيلات. بابا خلي عندك خلص، لا تخلي عندك ايمان ولا شيء. هودن لسه بلش شو خدع. اول شيء اخوي غمض عيونك. تعال غمض عيونك فتح. غمض عيونك وفتح. يلا. لا يعني ها اي دو. اوكي ثواني. واحد هسه غمضه. اثنين ثلاثة غمض. يا الله يا الله يا طلعت. يا حلوه ما خالف هي هاي اول شيء العافيه بالتدارج. هي اوكي حلو، يعني هذا ما يطلع لك بعد. اذا اي والله ما يطلع عن بس شوف الشدات تقوم تضعف، صارت عندك 80 هنا. احنا شنو كل ما يطلع شيء قوي كل ما تحسب نقطه الواحد. عندك انت خبره بالخدع. راح اتحول هودن، راح اشوفك شلون تقدر تجيب السكين من اول فتحه باسمي. يلا مو انت اختصاصك هذا. يلا والله شوف جاي تدعي عمر يطلع لك. والله ما ادري شنو هاي تطلع لك الستان على حركه. يلا شوف هاي ترى واحد ما عندنا مش حيفوز دربالك. احنا عرس ما حد طالع مطعم، ما حد طالع شيء قوي صراحه يعني هودن. بس هاي راح يطلع بيها شيء قوي. هاي بس مو بالفير. اي ماتيريال. لا ما تحسب نقطه. لا يعني طور السلاح، يعني شلون طور السلاح بدون ماتيريال؟ يلا امسح نقطه. نقطه لي 1-0 لي. انا ما اريدك تفتح الباكيت تطلع برا على ما يخلص. انا اصيح لك اروح برا. اي طبق لا تناقش. خلاص ما ناقش. اسف انا ما ناقش. يلا مع السلامه. في مال اطلع. لا شو صح لنزع السماعه. تعال عمي. يعني نقدر نحسبها نقطة. نقدر اي طبعا شارج سكن هاي بيها شنو؟ واحد كل اي لان جولطة يعني. لا واحد كل بس هسه اجى دوري هودن. ما بلشت من هودن انا ما شاق تدري بي. الخدعة راح تكون كالاتي. شو اسوي؟ تدوس هناني تطلع تغشي تدوس على الخوذي. انا اريد الخوذة ما اريد السلاح. دوس على الخوذي باع عليه حلوة، باع ليفل 2 مالتي ليفل 1. لا امورها طيبة صراحة يعني. وراها شو تدوس؟ ما تدوس فجأة على السرعة تفتح على السرعة. يا الله والله حفاجئتني. يا نحسبها نقطة ولا لا؟ لا ما تنحسبها. انا بالرجال ما احسبها الصراحة، لان هاي ستان بشرفك. وين تستخدم؟ انت ما مستخدمها بحياتك ستان قريني. يعني ما بيها مجال ابد منا؟ ما بيها. لا ما بيها هاي. ايه هودن باقي شغلات كلش قوية. لك بس زادت فرصتنا حلو، ولو الفتحة صارت 208. ايه الفتحة صارت 208 بس باقي لنا سلاح سكين خوذة وسلاح ثاني وشعر. والله صراحة يعني باقيت اشياء حلوة. اوقف عندنا هدية؟ شنو؟ حلو راح اعطيك شويه خدعه بس صعبه بس مالك علاقه مضمونه. تسوي 10 شناو يلا تفتح الباب. انت بعد تريد مضمونه؟ اي كل ما تسوي شناو اكثر مضمونه اكثر. يعني اسوي 10 شناو وراها جفتها. انا امشي وراك والله كريم. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه سواها. تعال مو عشرة شنو مو عشرة؟ دقيقة تنين طلعت لي زين. تعال هاي بس مودن. شنو شعر خبط؟ يعني هالسات نحسب عليها نقطة ودن؟ طبعا نقطة. هاي قام يصير غش من الموضوع. مسوي 10 شناب تعبان وجاي مطلع لي الشعر وتحسب لي النقطة. ماكو ايش حكي. طبق هاي والله حلوة، حلو الشعر هذا. يلا اوكي يا عمي 2-1 هسه راح اصير 2 كل رسمي ودن. إذا طلعت البدلة فوق يابا لك 3 نقاط، واللي يطلع السلاح لك 5. يعني يطلع السلاح يفوز؟ طبعا. راح استعمل الخدعة الأبدية، راح أفتح الباكج بخشمي. أنا مضطر. أنا آسف. أنا واثق بخشمي. أنا خشمي عملاق دائما يجيب لي أشياء عملاقة. اها
انا راضي انا راضي. صار ايش قد؟ دين كل تعادل. دين كل تعادل. اودن اذا جبت السلاح والله العظيم تصير محيول. لا تجيب سلاح. يلا اودن ايش دورك بالخدعه؟ اريد طلع لي سلاح. خمس نقاط. هالمره راح اسوي شيء مختلف. انت صار لك ساعه تسوي خدعه شنو ما ادري شنو. هالمره افتح على حب الله. انت ايش ده تخدع؟ انت ايش ده تخدع الخدع؟ بعدين السلاح والسلاح الثاني والسكين. اللي يطلع اللي سلاح يتطور هذا يعتبر فاز. خمس نقاط. الخدعه ما تكون نفتح بدون خدعه. بالضبط. هذا هو اودن. يا رب سلاح. 4-2. اسمع اودن هسه لو يطلع لي سلاح لو يطلع لي سكين. اذا طلعت لي سلاح تضعيتك انتهت. اذا سكن نتعادل. اي اذا سكن نتعادل. كل انواع الخدع استعملتها المره. ايش راح استعمل؟ خدعه لوتي. هاي الفتحه باسم اودن. استغل اسمك. يا الله. بس اربعة كل بس تفزت. سلاح يطلع 100% ما مو فوز. هذا انا رجال ما اقبل بفوز. اذا مو فوز شريف. حبي سؤال ما حبي سؤال. اذا على الفتحة 100% حيطلع لي سلاح. هذا هو يا اخوان. اخذ السلاح. هذا هو. الله 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 الله. نروح نطور هسي يا اخوان. الشدات اللي عندي حاشتري بيها بخاخات. هسه نروح نطور. كل مسج بعد. بابا هذا هنا الصندوق يطلع من الدخان. هنا شكله يتطور. هنا يصير عندك كل مسج. وهنا شكل النهائي مالتي. يا بالنهائي. بس يرادي طن بخاخات. طن. نطور اول تطوير. حاول اي نطور اول تطوير. الثاني للاسف بعد بخاخات ما عندنا. لازم اجمع بخاخات واطور. التحدي بينه وبين اودن يا اخوان انتهى بالتعادل. وهسه جايب لكم شغله كلش مهمه. عزيز المشاتير تسوي مهمات جدا بسيطه تاخذ مكافآت يوميه. اذا نجي ندخل على احداث ثانيه يا اخوان وننزل على الليجندري وورير يا اخوان راح نلقى هذا الشيء الحلو. ندخل نقول بسم الله. هذا الحديث يا اخوان بلش من يوم 6 وراح ينتهي يوم 19 بهذا الشهر. مثل ما تشوفون يا اخوان عندنا جوا مكافآت. كل ما نخلص مهمات كل ما حصل مكافآت اكثر. مثلا هنا يقول لك سجل باللعبه تاخذ 3 نقاط فخلي اخذه. قول بسم الله الرحمن الرحيم. ايش قد صار عندنا؟ صار عندنا 3% يا اخوان. واذا وصلت 80% راح يعطيك درو توكن. واذا وصلت 100% هم راح يعطيك درو توكن. وصراحه تحصل جوائز كلش حلوه بالنسبه للمهمات جدا بسيطه. فالسؤال هو من راح يحصل هذا الفاس؟ اول شيء جيب لي الخوذه الجديده، وثاني شيء جيب لي الجنطه الجديده، ووراها جيب لي الشعر الجديد، وطيني السكن الجديد، وطيني السكن الامكي الجديد، والسلار الجديده، واخر شيء يا اخوان الومضيه الجديده. وهسه يبلش الجلد ونقول بسم الله. يا اخوان اكتبوا لنا تعليقات منو كان حظه اقوى؟ اني لو اودن. انا شوف صراحه يا اخوان تعادلني والنتيجه صارت منصفه. والله نازلين وياك كلش هواي يا ولد. شنو السالفه؟ ما اتفقنا هيجي؟ ايد ام كي. انا ابحث عن ام كي. والله يا اخوان صراحه كان كلش عاجبني تصير عندي ام كي مطوره. هسه صارت عندي. اما بالنسبه للزلم اللي نزلوا بوجينكي ممكن اعرف وينكم؟ سكواد كامل قبالي. يا ستار. يما 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 والله بوشلي الا بوشلي. هي جت السياره. لك والله الاسطورة اقسم بالله. ابلع ابلع. لك اقسم بالله الاسطورة. الانسان يا اخوان ما تقدر تحكم عليه من اول جيم. انا يعني انطوني اقوى لاعب عندكم خليه ينزل لي هسه بالمطار. اقوى لاعب موجود بالطياره ينزل بالمطار. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان توكلنا عليك يا الله. هذا الجيم هو الجيم راح يكون المنشود. هذا الجيم راح اثبت لكم بينا والفير لاعب. يا اخي اريد اروح اجيب ام كي واجربها ظلت بنفسي والله العظيم. اقعد اقعد اقعد. جوز دخان لا تكمبر نوب. ابلع يمه. انت شنو تريد تفزع صاحبك؟ افزع لنفسك في البدايه يا حبيبي. يلا عادي 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 تصير سهل الامور تصير. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.